للحديث أكثر حول تطورات الأسواق العالمية انضم إلينا من عمان سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس وشكرا على وجودك. يعني في ظل هذا الاجتماع الذي نترقب آخر قراراته لمجموعة السبع في ميونخ، يبدو بأنه أولى القرارات كانت عم تتجه لحظر استيراد الذهب الروسي، حتى الآن لم نرى انعكاس واضح على هذه الأخبار على أسعار الذهب التي ما زالت تتداول فوق مستوى 1380 دولار. برأيك إلى أي مدى عملية الحظر قد تؤثر على معطيات العرض والطلب بالأسواق؟ نهاركم سعيد. بالفعل روسيا مؤثرة في أسواق الذهب، إذ أن روسيا تصدر حوالي 4.4% من الصادرات العالمية الإجمالية، لكن لا يجب في نفس الوقت أن نرى بأن أو نتوقع أن يكون الارتفاعات في أسعار الذهب زائدة عن الحد. لنأخذ الآن الحقائق وراء الطلب والعرض أو الإنتاج العالمي. روسيا هي ثالث منتج في العالم بالفعل بعد الصين التي تنتج 370 مليون طن متري، وكذلك في عنا أستراليا بحوالي 300 وروسيا أيضا ب 300. الآن روسيا هي ثالث أكبر منتج، لكن الصادرات الروسية لا تشكل أكثر من 4.4% بحسب قراءات عام 2021. بالتالي شهدنا مع بدايات تداول هذا اليوم ارتفاع في أسعار الذهب، هو تجاوب طبيعي بين المتداولين والمضاربين وراء هذا القرار بحظر استيراد الذهب الروسي. لكن في نفس الوقت كما نرى أسعار الذهب ما زالت محدودة ضمن نطاقات مألوفة، يعني منذ شهر مايو الماضي ونحن نرى أسعار الذهب تتداول أغلب الوقت ما دون 1873 وفوق 1800 دولار للأونصة، وهذا يجعلني أرى بأن النطاقات الجانبية ما تزال مستمرة لتحركات الذهب. هذا اليوم أيضا يركز المتداولون على الدولار الأمريكي الذي ينخفض، والذي أيضا قدم بعض الدعم القليل على الذهب، لأن المتداولين يرون أن التضخم مرتفع جدا والبنوك المركزية تتوجه لرفع الفائدة. رفع الفائدة مضر بأسعار الذهب، وكذلك التوقعات المستقبلية حتى لو بقي التضخم مرتفع لفترة مطولة، لكن يعتقد الأغلبية بأن التضخم سيبدأ في الانخفاض ربما خلال الأشهر المقبلة حتى لو بقي في مستويات مرتفعة عن المألوف. الذهب يرتبط مع التضخم بمعامل ارتباط طردي، لكن مع توقعات التضخم، بالتالي ما زال الذهب في نطاقات محدودة. فتأثير روسيا باعتقادي الشخصي وحظر الواردات من الذهب الروسي هو تأثير لحظي ووقتي، لكن أيضا قد لا يكون بتأثير كبير، لأن الذهب العوامل الأساسية المؤثرة به كثيرة، وبتشمل عندنا الدولار الأمريكي، توقعات أسعار الفائدة، عوائد السندات اللي عم نشوفها عم ترتفع أيضا وتضر في توجهات أسعار الذهب. وباعتقادي أسعار الذهب ستبقى ضمن اتجاهات محدودة حتى تحصل ظروف أساسية جديدة تغير من هذه النظرة. بالفعل يعني عم نشاهد بعض التراجعات الآن بنصف النقطة المئوية، 1838 عم يتداول عند الذهب. لكن بما أنه عم نتحدث عن التضخم سركيس، وإحنا شايفينه واصل لمستويات قياسية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة لأكثر من 40 عام اليوم، برأيك حتى الآن كل ما تقدمه البنوك المركزية هل هي كافية لاحتواء مستويات التضخم؟ هل ما زال في مجال مزيد من استخدام أدوات لم تلجأ إليها البنوك المركزية باستثناء رفع أسعار الفائدة لتخفيف مستوى التضخم العالمي؟ التضخم العالمي مرتفع جدا، والبنوك المركزية تتوجه بالفعل لرفع معدلات الفائدة بشكل متسارع. رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ومتوقع الشهر المقبل أن يرفعها 75 نقطة أساس، وشهر سبتمبر المقبل 75 نقطة أساس، بل هنالك توقعات برفع أكبر بالفوائد بالفيدرالي. المركز الأوروبي مرجح يرفع الفائدة الشهر المقبل، المركز البريطاني أيضا أو بنك إنجلترا من المتوقع أن يستمر في سياسات التشديد. العديد من البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة، لكن معدلات التضخم الحالية هنالك أسباب تسببت في هذا الارتفاع، منها الارتفاع الهائل في أسعار تكاليف الطاقة، وكذلك الارتفاع في أسعار السلع الغذائية. لكن يجب أن ننظر إلى التضخم الحالي
على أنه خطر محدق في الاقتصاد. يذكرني ما يحصل الآن ما نقرأه في الكتب عن أعوام سبعينات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي، الارتفاعات الهائلة في التضخم تحولت إلى تضخم أصيل. ماذا أعني بالتضخم الأصيل؟ هو الناتج عن زيادة الطلب بعد ارتفاع الأسعار. بالتالي ارتفاعات التضخم الحالية ربما ستنسينا أيام ما كنا نرى أسعار السلع ترتفع بشكل تدريجي. ربما دخلنا في اقتصاد جديد بحاجة إلى معالجة. البنوك المركزية يجب بالضرورة أن تتخذ إجراءات داعمة لأسعار الفائدة. الحكومات في الدول العظمى أيضا يجب أن تتخذ إجراءات للحد من ارتفاعات التضخم. البنوك المركزية يجب أن لا تخجل من أن تقول أنها تستهدف أن يتباطأ الاقتصاد ويتباطأ الطلب، وأيضا يجب أن لا تخجل إذا قالت بأن الاقتصاد ربما سيدخل في ركود، لأن هذه هي المعاملات التي قد تؤدي إلى خفض معدلات التضخم. إلى جانب خفض الضرائب من قبل بعض الحكومات، كلها يجب أن تعمل معا من أجل خفض معدلات التضخم العالمية. وإلا عشنا في عصر جديد اعتدنا فيه على ارتفاع الأسعار بشكل متسارع. هل هذا التجاهل اللي عم نشوفه من الأسواق الأمريكية سركيس وعم ترتفع بهاي الفترة كما حدث مع نهاية الأسبوع الماضي، هو تجاهل مؤقت لهذا الركود وهذا الركود التضخمي الذي قد تدخل فيه الأسواق؟ أما الذي يحدث اليوم، يعني كيف بدأت تقرأ الأسواق الأمريكية كل ومجمل هذه المخاوف والتحذيرات؟ يبدو بأن أسواق الأسهم بالفعل سعرت سابقا ركود اقتصادي، سعرت سابقا أيضا رفع معدلات الفائدة بشكل متسارع. لكن أود أن ألفت النظر إلى بيانات اقتصادية. إذا كنا نتحدث عن الولايات المتحدة تحديدا، صدرت الأسبوع الماضي وهي بيانات مؤشرات مديري المشتريات التي انخفضت بقوة. هذا الانخفاض اعتبرته الأسواق المالية إيجابيا. لماذا؟ الفيدرالي من المعروف أنه سيرفع الفائدة على نحو متسارع، لكن كان هنالك من يعتقد بأن الاحتياط الفيدرالي قد لا يتوقف عند معدلات فائدة 3 إلى 3.5% نهاية هذه السنة. لكن ظهور علامات التباطؤ الشديد في قطاعات الاقتصاد الأمريكي الشهر الجاري، هذا جعل البعض يعتقد بأن الفيدرال الأمريكي سيرفع الفائدة على الأرجح، لكن ربما ليس لمستويات فوق 3.5%. وهنا أصبحت خلينا نحكي الشهية المخاطرة أفضل في أسواق الأسهم. موضوع آخر ساهم أيضا وهو إعلان الصين بأنها ستقوم بإعادة الطلاب للمدارس مع انخفاض طبعا انتشار فيروس كوفيد-19 في الصين. هذا أمر أيضا حفز من الارتفاع في أسواق الأسهم. وأيضا بدأنا نرى بعض الأمال بأن المتداولين يرون التضخم ربما سينخفض حتى لو ليس بشكل كبير عاجلا أم آجلا، مما أيضا حفز موجات الارتفاع في أسواق الأسهم. آخر موضوع أذكره عن أسواق الأسهم، الانخفاضات الكبيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية في أسواق الأسهم الأمريكية جذبت العديد من المستثمرين الذين ارتأوا بأن الأسعار السوقية أصبحت أكثر ملائمة بالنسبة للسعر العادل وأيضا مقاييس تقييم الأسهم الأخرى، مما تسبب في الارتفاع الذي شهدناه في مؤشرات الأسهم، والذي أعتقد أيضا هذا الأسبوع سيستمر حتى ولو كان بشكل مؤقت. نشكرك سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان. شكرا لك.